مشروع مناضلة عنف قائم على النوع الاجتماعي هو مشروع بيهدف لان احنا نطور ونرفع من مهارات مقدمي الخدمات الموجودين في العيادات الصديقة ان هم يقدموا حزمة كاملة متكاملة من الخدمات الخاصة بدعم المستفيدين او دعم المعنفات من انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي المختلفة زي العنف الاسري، التحرش الجنسي وما الى ذلك من انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. فعلا كان التدريب مميز شويه المره دي عن التدريبات اللي قبل كده، كان فيها انشطه كتير في الموضوعات والاحصاءات الجديده الخاصه بالعنف الاجتماعي القائم على النوع. حصل ان احنا واحنا في التدريب حصل تطوير في بعض الاسئله داخل الاستماره، دي كانت ناتجه عن الناس اللي موجوده المتدربين، دي كانت حاجه كويسه ان هم خدوا براينا شويه فيها ولجأوا لينا ان احنا نعمل ونشوف ايه اللي مطالب مننا. ده نتيجه احتكاكنا بالناس والسيدات اللي منتفعات داخل العياده وجوه المراكز. الخدمات دي بتكون يا اما خدمات مباشره بتتم تقديمها من خلال العياده او من خلال مقدمي الخدمه الخاصين بالعياده، او بتكون لو المستفيد محتاج خدمه مختلفه او مش موجوده في العياده فبيتم ده تحويله، المريض بيتم تحويله لمكان اخر او لجهه اخرى القادره على تقديم الخدمه ليه. We are really proud and humbled that we can we continue working and reaching new milestones. طول فترة التدريب بتجعلها أكثر استقراراً في العمل. اللعبتين النهاردة كانوا معانا في تدريب للواعظات والراهبات عشان هم عندهم أكسس كبير قوي لأطفال وأسر مختلفة جداً من محافظات مصر كلها. ممكن المدرسين يلعبوها مع الطلبة، ممكن أعضاء في المجتمع عاديين، ممكن أسرة نفسها تلعبها. في علم اسمه gamification، يعني في علم تنمية استخدم الجيمز أو الألعاب للوصول للرسالة الخاصة بالتنمية. أي حالة عنف سواء هتيجي في الطوارئ هتيجي في النساء والتوليد هيتم إحالتها للحصول على الخدمة المتكاملة في الوحدة دي. عايزين نقول إن في مصر الآن وحدات للتعامل مع السيدة المعنفة في حالة الاحتياج. خلال الخدمات اللي بتقدمها العياده ومن خلال خدمات التوعيه اللي هيقدمها الطب الشرعي هنقول للسيدات ازاي ان هم يحافظوا على الادله دي علشان خاطر ما تضيعش اي حق من حقوق. من بعد المبادره دي انا بقى عندي ثقه في نفسي زياده، استفدت ان انا اقدر احمي نفسي من اي هجوم من اي نوع في الشارع في النادي. احنا لازم يكون عندنا قدره وجرأه ان احنا ندافع عن نفسنا ونحمي نفسنا في اي وقت وفي اي ظرف. مهتمين كصندوق الامم المتحده للسكان ان كنا نبقى جزء من المناقشه النهارده. سليمة طبعا بتعرض المشاكل وبتتامل فيها، في رايي هو نوع من التامل في البني ادمين وفي مشاكلهم، بس مش بتدي لك حل معين يعني، والا ما تبقاش سليمة. احنا فخورين بالجائزه وبنشكر صندوق الامم المتحده للسكان بجائزتكم لينا. As an agency that promotes women's rights and women empowerment, we hope that Snow White will help redefine beauty and the parameters that the world created around beauty and will empower women that will watch it as much as it will empower you as a team. Thank you. بنتكلم عن الختان واضرار الختان للبنات، وبنتكلم عن العنف ضد المراه والزواج المبكر. البروتوكول ديت تم بالتنسيق مع المجلس القومي للمراه ومع صندوق الامم المتحده للسكان. يعني نتمنى ان احنا نكون في خلال 16 يوم قدرنا نوصل المعلومه الصحيحه لكل السيدات في الوحدات الصحيه على مستوى محافظه الجيزه كلها.
بنأمل إن يبقى في تناول أكبر وأعمق لمواضيع المرأة. ودي نبذة عن الأنشطة المختلفة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بيقوم بيها لتمكين المرأة، وهنفضل نشتغل علشان نوصل لهدف من أهداف صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو صفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي.